بدي اياك تطالعني من البلد باقصى سرعه. لازم نطلع لك جواز سفر بالاول، يعني لازمك سند اقامه. بدك تستاجر بيت وتاخذ العقد على المختار لحتى يعطيك سند اقامه، بس قبل كل شيء لازم نامن لك مكان تنام فيه. هون نحن لقينا مكان. وين؟ بالضواحي. حلو كتير، معناته جهز لي ورقك وترك شغل جواز السفر علي، انا بطالع. وهي الشغله قديش بدها تاكل وقت؟ شو بيعرفني، راح احاول خلصه بسرعه. اصلا انا كمان بدي سفرك باسرع وقت، لانه مصطفى هون جاي يدور عليك. ليه بعرف؟ شو عرفك انه هون؟ اتصل فيني الصبح. اسمع استناني يا واطي، بس اوصل لك رح تشوف شو رح ساوي فيك، ولا لقطعك شقف. فكر انك تهرب مني يا حقير. مصطفى خد هاي الوراق وروح للمعلم ميار بالكراج. رجع شغله. استناني يا واطي، بس اوصل لك رح تشوف شو رح ساوي فيك، ولا لقطعك شقف. فكر انك تهرب مني يا حقير. مصطفى خد هاي الوراق وروح للمعلم ميار بالكراج. شو صار له؟ مصطفى اخذ رقمك من موبايلي. انت اعطيته اياه؟ طبعا مو انا، اليوم تركته لحاله بالمكتب وكان موبايلي على الطاولة. شو عم تحكي انت؟ شو جابه لعندك؟ لك لحتى خليه تحت عيوني، خليته يجي لهون ويشتغل شوفير عنا. شو جنيت انت؟ اهدى شوي، عد عد لأحكي لك. عد باليوم يلي كنت جاي فيه لهون، صحيت لقيته فوق راسي عم يحاول يخنقني. الله معك. اوه شلونك اخي اسماعيل؟ اهلين ميار. شو يعني دغري نزلتوا على الشغل للزلمه؟ مو بيدي، اوامر من فوق. اسمع ميار، توصى فيه منيح، خلي عيونك عليه وين ما بيروح. عينوه معاون لألي، راح اخده معي ورجعه. لا تريحه ابدا، شغله 24 ساعه، حتى لو انت ما سافرت بتبعته مع اي شوفير غيرك. لا تخليه يضل باسطنبول، فهمت؟ ولا تقصر معه بالمصاري. ليش مين بيكون؟ ليش مهتمين فيه؟ شو بدك بهالحكي؟ قرايبه للمعلم ومن نفس ضيعته. إذا هيك ليش ما شغله عنده بالشركة؟ ليش لي شنطته هون وهون؟ طلع فيني. الحكي بيناتنا، في واحد اعتدى على خطيبته لهالزلمة. أوه. إيه، وضعه كتير مكركة، خاصة بعد ما راحت البنت وجوزت غيره. معقول هيك؟ مثل ما عم قلك، لهيك إجا لهون، ومعلمنا حب يساعده. وحتى ما يرتكب شي جريمة بالضيعة جابوا معه لهون لحتى يلتهي وما يفكر بالانتقام. فهمت. هون حفرنا وهون طمرنا. الزلمة بأمانتك، دير بالك. لا توصي حريص معلم. يعطيك العافية. عمتو جهد، بدي آكل. استنى شوي، بابا رح يجيب لنا صفيحة ونتغدى سوا. كريم بس تشغل موبايلك واتصل فيني. طمني وينك انت؟ يلا. ما أغباني، ليش بعثت له رسالة؟ أكيد بيكون غير رقم موبايله هلا. إن شاء الله يكون راح بستين جهنم، الله لا يرده. بدي اخذ مراد معي لاشتري اكل. يا ترى منلاقي مطعم قريب من هون بيساوي اكل؟ شو بعرفني، روح واسال لمعي، اكيد رح تلاقي. مطعم رح نلاقي. مصاري خذ من الكل. انا ما بدي. انا بعطيك. اصحك ضيع المصاري. ماشي، رح جيب فطاير جبنه ولحمه ومحمره، وبجيب عيران كمان. ماشي جيب اللي بتلاقيه. يلا. ما قلتي لي طالما انك ما بتقربي لكريم، كيف عاش معك ببيتك كل هالفتره؟ انا ربيته لكريم. كان صغير لما اجى لعندك؟ شو يعني ماله قرايبين؟ سمعت انه ابوه عايش، بس ما بيعرف كيف شكله حتى. عم يقولوا انه عايش باستراليا هلا. فيك تقولي الصبي ماله حدا غيري هون. طيب امه شلون توفت؟ كانت مريضه شيء ولا حادثه؟
اصلا انت مسافر كريم، يعني من شو خايف؟ طيب شو مشان فاطمه خايف يجي ينتقم منها؟ قلت لك ما رح خليه يضل باسطنبول، بدي ابعته على شي شاحنه لاوروبا. لا تاكل هم. اللي انت وين ساكن؟ بلكي حتشتك بشي شغله. ما استقريت، لما استقر بقول لك. يعني ما انك واثق فيني؟ والله برافو عليك، منيح. بس تستقر دق لي وهي رقمي معك. انا رايح اغير رقمي كمان. هاي احسن شغله بتعملها. يلا بشوفك بعدين. صيد العصاري يا سمك يا بني، تلعب بالمية لعبك يعذبني، تلعب بالمية لعبك يعذبني. يا سمك بني. الو يا سارة، انا منير. كيفك منير؟ بيك منيح اللي سمعنا صوتك. عندي لك خبريه كتير حلوه ورح تعجبك. بعت المزرعه والبيت؟ في حوالي شر بده المزرعه والبيت، بس ما عم يدفع السعر اللي انتم طالبينه، يعني بده اقل شوي. لا لانكم مستعجلين، ما رح تلاقوا السعر المناسب. ايه شو بدنا نساوي؟ مضطرين اتفق انت معه. بعتي لي عنوانك برساله مشان بلش بالاجراءات. طيب ماشي، وبكره بجي باخذك مشان نطلع انا وياك على المحكمه. ليك اصحك تجي لعنا لهون، مريم موجودة عنا وما بدي اياها تشوفك. شو جابها لعندكم؟ لا اجت لعنا مؤقتا. طيب انت بكره بتعملي لي وكالة بالبيع وانا دغري ببلش. يلا بشوفك بالمحكمة لكان، باي. معناتها بكره بشوفك. لا تنسي تبعتي لي العنوان. ها ماشي، انا هلا رح ابعث لك عنوان البيت برسالة. يلا مع السلامة. وصيد العصاري يا سمكي.